بمشاركة ممثلين عن نحو 19 دولة من بينها المغرب، افتتحت فعاليات الدورة 31 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، دورة جديدة تعد بالعديد من العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم. كما تشكل هذه التظاهرة مناسبة للتفاعل بين مختلف المشاركين في أفق إثراء المشهد المسرحي العربي والعالمي. نعيش لحظة افتتاح الدورة 31 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، هذه المناسبة التي تجمع المسرحيين العرب ومسرحيين من خارج الوطن العربي أيضا لتقاسم التجارب المسرحية ولتقديم حصيلة هذا الموسم. دورة هذه السنة من المهرجان تعرف مشاركة 26 عرضاً مسرحياً يتوزعون ما بين 3 عروض مصرية و13 عرضاً عربياً، بالإضافة إلى 10 عروض أجنبية. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضاً تنظيم سلسلة من الندوات الفكرية والجلسات النقاشية، بالإضافة إلى ندوات تكريمية لشخصيات مسرحية.